في مثل شعبي سوري بيقول الطبل بدومة والعرس بحرستة، هذا بينطبق تماماً على تعامل وسائل إعلام النظام مع الفيضانات والكوارث يلي صارت بدمشق مؤخراً. بعد أقل من 24 ساعة من فيضانات دمشق بل بحار أنهار دمشق، قناة سما الموالية وبافتتاحية براقة مع موسيقى حميمية بنشرتها الجوية تحكي عن الإسفنجيات والطحالب، وشوي كمان رح تحكي المذيع عن الرخويات والكائنات الهلامية. ايه نعم، اسفنجيات وطحالب. مرحبا. الاسفنج الحي هو كتلة من الخلايا والألياف وجواته نظام معقد من القنوات يلي بتفتح على شكل ثقوب لأحجام مختلفة، وإلى هيكل عظمي اسفنجي ناعم ومرن. تتغير الألوان بين الاسفنجيات، فبالمياه العميقة بيكون لونها محايد أو باهت أو بني، أما بالمياه الضحلة بتكون ألوانها زاهية من الأحمر الأصفر الأورانج والبنفسجي. وأحياناً بتظهر بعض أنواع الإسفنجيات باللون الأخضر، وغالباً بيرجع هالشي للطحالب الخضراء يلي بتعيش بي. صراحة ما بعرف كيف ممكن فسر هالحالة، يعني المعد تبع البرنامج يا كان شربان شي أو نايم من أسبوع وفاق بعد الفيضان، ما بعرف جد شو عم يصير. حدا يحكي لنا يا جماعة، لك شو في؟